صباح الهنا، صباح الرزق والسعادة يعني، والإشراق والنصر دايما علينا يا رب، وباب رزق كده كل يوم يتفتح، بس المهم ان احنا نسعى زي ما بنحب دايما نقول. حلقة جديدة وعشرة صبح في الأهل. بونجور. بونجوري. صباح العسل. صباح العسل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من عشرة الصبح في الأهلي كالعادة. طبعا هنتكلم من خلالها عن كل ما هو متعلق بالنادي الأهلي والرياضة المحلية بشكل عام، واكيد هنتكلم عن منتخبنا واللقاء الهام النهارده باذن الله. كالعاده الكلام ده بيكون في النص الاولاني من الحلقه، اما النص الثاني فهيكون عندنا فقرتين حواريتين. ولكن في البدايه عايز افكر حضراتكم، لو تفتكروا كان يوم الاحد تقريبا اللي فات كانت نهاوند حكت لنا على شخص كبير في السن قابلها في الشارع، وكان اتكلم معاكي على حته الفتنس ما تعملوا حسابنا فيه حاجه. اولا انا كنت سعيده جدا ان هو بيتابع البرنامج بشكل مستمر هو وزوجته، يعني بيقول لي انا بصحى الصبح بدري وبقعد اقلب في القنوات واول ما بتيجوا بتفرج عليكم وبتاع، فدي حاجه اكيد تسعدني جدا. قلت لنا كان عنده 75 سنه تقريبا فوق، انا يعني اتوقع ان هو فوق 70. ده فور شور ما شاء الله. فالحلو ان الاعمار مختلفه تتفرج وتتابع برنامجنا، دي حاجه اكيد طبعا تشرفنا وتسعدنا جدا. فهو قعد يتكلم معايا بيقول لي انا بتابعكم، انتوا اوقات بتجيبوا يعني فقرات اللي هي الجيم وغيره، لكن اعملوا حاجه يا نهواند عن كبار السن تحديدا، واحنا ما نقدرش نتاخر. فالفقره النهارده معانا عن ايه بقى؟ استجابه سريعه جدا، هيكون معانا فقره ان شاء الله عن الفتنس وتمارين خاصه بكبار السن. الكلام ده هيكون مع كابتن احمد عوض مدير جيم النادي الاهلي بالجزيره. دي اولى الفقرات الحواريه. فقرتنا الثانيه هنستضيف من خلالها كابتن احمد سلامه مهاجم حرس الحدود ومنتخب مصر السابق، وحديث مطول عن مباراه النهارده. انا عايزه بس احكي لك قبل ما يعني نبدا بقى حلقتنا، يعني عشان ده هيبقى مدلول عن فكره هنا الوعي الرياضي شويه والثقافه عندنا في مصر، يعني انا اشعر ان هي اختلفت الى حد كبير. انا امبارح نزلت صوره كنت بسال الناس، كنت بعد الهوا على طول بسال الناس اروح الجيم ولا روح انام. انا فعلا كنت متردده وحاجتين متناقضين جدا. طبعا انت عارفه ردي روحي نامي اكيد. لا عايزه اقول لك بجد يعني كم الناس اللي اولا البوست جاب اقبال على غير العاده، ما اعرفش ناس كتير قوي ردت، بس بجد بتاع تقريبا 85% قال لي روحي الجيم. ففكره هنا ان الناس بقت يعني فاهمه ان لا الرياضه شيء مهم، واللي بيقول لك كده على فكره ممكن يكون هو كمان بيروح او هو كمان فاهم ان الرياضه مهمه جدا. غير كده بقى اللي يقول لك نام والحاجات دي فئه فعلا ناس غريبه جدا اللي يقولوا. انا انبسطت من ان الثقافه اتغيرت. عارف كويس ده حاجه حلوه. رجعت بالسؤال ده كام سنه لورا هتلاقي ناس كلها بتقول لك اكيد روح نام. فدي كانت حاجه ايجابيه جدا. انا انبسطت ان اعمار مختلفه ورجال وسيدات والشباب صغير وناس كبيره في السن كانت اجاباتهم كلها لا روحي احسن الجيم. فانبسطت بصراحه جدا جدا. في الاخر بقى روحت نام. برافو عليكي، وده عشمي فيكي برضه. هو ده العسل. بس امبارح كنت تعبانه. انا رايحه النهارده والله. على كل حال نتمنى ان الفقره دي تحديدا اللي هي فقره الفتنس مع كابتن احمد عوض واللي هنشوف من خلالها تمارين متعلقه او خاصه بكبار السن، اتمنى ده يكون حافز لكل كبار السن وتحديدا اللي منهم شايف ان خلاص بقت تو ليت، واللي راح جيم راح واللي لعب رياضه لعب. لا خلي بالكم ان الثقافه دي فعلا احنا بنفتقدها في وسط كبار السن المصريين. ولكن لو هنبص على الفئات العمريه الاكبر في دول الغرب وامريكا وكندا والى اخره، لا هتلاقوا ان الكلام ده لغايه اخر يوم في العمر، والناس دي مهتمه جدا 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 بصحتها وباكلها وبممارستها للرياضه. نتمنى احنا كمان يبقى عندنا نفس التوجه. بس انا هقول لك على حاجه، يعني انا مش هختلف معاك، انا بس هقول رايي من في نقطه انت قلتها. انا اشعر بالعكس ان كبار السن عندنا دلوقتي بقى عندهم من الوعي الكافي ان بجد خلاص لا هم فاهمين قد ايه الرياضه مهمه. يعني انا لما بيبقى يوم اجازه وبنروح النادي او مش شرط النادي الاهلي اي نادي يعني احنا مشتركين فيه، انا بلاقي كبار السن هم الفئه الاكبر في النوادي ومش بيبقوا قاعدين، لا بجد بتلاقيهم بيمشوا في التراك جنبك حتى لو جميل. حد عجوز قوي بيمشي بالراحه بس بيمشي، فهم بيمارسوا الرياضه. يعني في برضه ثقافه اختلفت شويه كريم، فانا دي حاجه كويسه طبعًا جدا طبعا طبعا مليون في المية. يعني دي حاجه كويسه. وعايزه اقول لك كمان طبعا احنا هنتكلم باستفاضه في الفقره وهنسال كابتن عوض اسئله كتيره جدا، لكن من الارتكلز او الحاجات اللي احنا بنقراها او بنسمعها يقول لك دايما الرياضه ليها فوائد كبيره جدا على المدى البعيد، يعني غير ان هي الحال الوضع الحالي ان هي ممكن تعمل جسم افضل وصحه افضل، بس على المدى البعيد بتمنع امراض كتيره جدا منهم الشيخوخه على سبيل المثال. وكان في حد دكتور كمان كان في مقاله قريتها كان بيحذر جدا وبيقول على اهميه الرياضه من الصغر، بيقول لك لان لا قدر الله لو انت اهملت صحتك والرياضه وجيت بعد كده كبرت في السن وفي بعض الامراض لو اصيب الانسان بيها هتمنعك اصلا من ممارسه الرياضه، فانت هتكون فوتت على نفسك طبعا الفرصه، وفي نفس الوقت خلاص ده حاجه هيبقى صعب اصلاحها. في بعض الامراض الرياضه فيها
ما ينفعش ابدا، يعني ده شيء علمي. فخلونا طول ما احنا ربنا مدينا صحتنا نحافظ عليها، لان قدر الله محدش عارف فعلا بكره في ايه. فربنا صحيح. يديم علينا دايما يعني صحتنا كده، وحتى واحنا تمانينات او تسعينات حاجه ان شاء الله. نبدا بقى مع حضراتكم ونتكلم بدايه كده عن الصراع الثلاثي الافريقي بين صلاح والنني وأوباميانج، طبعا بأداء الإنجليزي النهاردة. عندنا كولكشن كده ومنافسة جميلة جدا، مباراة منتخب مصر والجابون طبعا في ختام تصفيات المجموعات الإفريقية. ومنتخبنا نقدر نقول حسم التأهل للماتش الفاصل اللي هيكون في مارس طبعا ذهاب وعودة لحسم الصعود للمونديال. الماتش النهاردة برضو خليني أقول لحضراتكم هيكون الساعة 3 عصرا في ملعب برج العرب، ده هيكون وسط 5000 مشجع. الحمد لله احنا اهو بنتكلم من في عودة للمشجعين وللجماهير بشكل اهو يعني بيتطور او تدريجي. وهي مباراه طبعا مهمه كمان معنويا يا كريم، يعني لو هنتكلم خاصه ان فيها 3 لاعبين يعني من الدوري الانجليزي زي ما احنا عارفين، ويعني عندك هنا ايه بقى، عندك محمد صلاح وعندك النني وعندك أوباميانج مهاجم منتخب طبعا الجابون. هنتكلم ان الصراع يا كريم هيبقى صراع قوي جدا، في منافسه كمان لو هنتكلم ما بين أوباميانج وصلاح، وبتكلم عن هداف هنا البريميوم ليج. ف منافسة أعتقد هتمتد اليوم رغم عدم تأهل الجابون، لكن التصفيات برضو بتاخد متصدر المجموعة زي ما بيتقال. فكل التوفيق إن شاء الله، وهتبقى مباراة قوية. بس نتمنى إن احنا كمان نشوف مباراة يعني النتيجة بتاعتها جيدة بس الأداء جيد، يعني أيوة. دي نقطة مهمة. أيوة. احنا افتقدنا ده في فترة ما، لكن احنا عايزين ده يعود مرة أخرى، لأن احنا بنتكلم في منتخب مصر ياما لعب حلو، ياما شرفنا وياما أسعدنا. فهو ده اللي احنا فاكرينه، هو ده اللي احنا عايزينه في القادم إن شاء الله. المفترض أن في اللقاء النهاردة إن شاء الله منتخبنا مش هيكون مضغوط، ولكن زي ما قالت نهواندة احنا مش مجرد عايزين نكتفي بالانتصار أو بالفوز، لا احنا كمان عايزين نتفرج على كورة حلوة عشان حتى نرجع الثقة لأي حد متشكك، يعني اي حد شايف انه او عنده تحفظات فيما يتعلق بكيراش، فيما يتعلق بالهارموني ما بين اللعيبه وبعضها، ايا كان الناس دي من حقها تطمن، لان احنا في نهايه المطاف بنتكلم على منتخب مصر. ده اخر ماتش وهيكون على ملعبنا وفي وسط جماهيرنا، والجماهير عايزه تحتفل بالتاهل للماتش الفاصل اللي لسه ان شاء الله هيتلعب في شهر مارس القادم. بس كمان عايزين نضيف تفصيله صغيره وان كانت في منتهى الاهميه، في حاله البدء بالنني وأوباميانج اللي هما الاثنين زمايل في فريق واحد، كيراش هيخلي النني يلعب مان تو مان عليه لانه عارف كويس قوي كل تحركاته وكل مهاراته، وده جانب من جوانب حلاوه كره القدم يا حضرات، ان احنا عادي جدا ممكن نكون زمايل مع بعض في فريق واحد ولكن متنافسين مع منتخباتنا، وهلعب عليك ومش هخليك تعرف تعدي مني الى اخره. المهم ان احنا نتفرج على ماتش حلو في النهارده ان شاء الله. وطبعا كيراش لسه قدامه 4 شهور، فتره مش قليله هيتخللهم البطوله العربيه وطبعا بطوله افريقيا قبل المباراه الفاصله، ليحقق هدفه اللي هو اتكلم عنه واعلن عنه بشكل واضح جدا بان يعود منتخب مصر الافضل افريقيا قبل المباراه الفاصله. كلام جميل جدا جدا. تعالى بقى نروح لبعض التفاصيل عن النهارده برضو، وهيبقى ايه اللبس المنتخب. خليني اقول لحضراتكم هيكون بالطقم الاساسي بتاعهم امام الجابون. احنا تم امبارح عقد اجتماع فني للمباراه، مباراه منتخب مصر طبعا الفراعنه، هيكون بالزي الاساسي، القميص الاحمر، الشورت الابيض، الجوارب السوداء، والمنتخب الجابوني هيكون بالقميص الاصفر والشورت والجوارب الزرقاء. الاجتماع برضو خليني اقول لحضراتكم التنسيقي للمباراه هو اكد على عدة أمور، أولا على الإجراءات التنفيذية والاحترازية الواجب اتباعها في أرض الملعب، وأيضا التشديد على عدم السماح لأحد بالتواجد في أرض الملعب إلا للخاضعين لمسحة طبية، بالإضافة كمان للالتزام بالحضور لأرض الملعب في المواعيد المقررة. دي نقطة على فكرة مهمة، لأن بعض الناس كانت بتقول لك أو بتشكك في قصة أن 5000 يعني شخص دلوقتي اللي هيحضروا المباراة يكونوا كلهم حاصلين على الفاكسين، لا الكلام ده مش مظبوط، لازم هيكونوا حاصلين على الفاكسين، مفيش هزار في حاجه زي كده، انت بتتكلم في عدد كبير جدا طبعا. فاللي هيكون حاضر لازم يكون حاصل على الفاكسين، وفي ناس بتتابع وفي ناس بتراقب، فيعني ان شاء الله الموضوع يبقى فيه امان، واللي جاي زي ما احنا نقول دايما يكون احسن الفتره اللي جايه يا رب باذن الله. طيب احنا معانا لحضراتكم بقى خبر حلو بعيدا كل البعد عن كره القدم، وهو تاهل مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي والمصنف رقم 6 عالميا لرجال الاسكواش الى الدور ربع النهائي في بطوله كناري كلاسيك لرجال الاسكواش واللي بتستضيفها لندن، وده بعد ما فاز على منافسه الانجليزي ادريان وولر في دور ال16 بنتيجه 2-0.
جاءت نتيجة الشوطين كالتالي. حضراته ده يوريكم حجم السيطرة يعني بتاعة لعب 11-1 و11-4. طبعا بتشهد النسخة الحالية غياب حامل لقب النسخة الماضية عن المشاركة وهو محمد الشرباجي المصنف الثاني عالميا، بالإضافة لانسحاب 4 لاعبين مصريين هم مروان الشرباجي المصنف رقم 8 ومازن هشام ومحمد الشربيني وكريم عبد الجواد. وطبعا بنتمنى كل التوفيق اللي في الدنيا لمصطفى عسل إن شاء الله. بص الاسكواش هيفضل او يعني هتفضل الرياضه اللي مصر فعلا متالقه فيها على مدار سنوات طويله جدا، يعني احنا عندنا اسامي مشرفه جدا يا كريم سواء نسائي او رجالي، يعني زي ما بتقال كده عد ايه اسمها ايه عد ولا حاجه ولا حصى لا تعد ولا تحصى. انا قلت ايه حصى ايه حصى لا مش دي برضو اللي انا عايزه اقولها، مش لا تعد ولا تحصى. لا مش لا تعد. طب استني افكر في غيرها. حدث ولا حرج. أيوة. معلش يعني الصبح. فلا عندنا اسامي كبيره جدا جدا، وبطوله الجونه الدوليه للسكواش كمان بتبرز يعني قامات كبيره قوي في هذه اللعبه، فيعني وليها متابعين كبير جدا على المستوى الدولي زي ما اتكلمنا برضو، ودي بطوله من البطولات اللي بتروج يعني للسياحه، فحاجه كانت مشرفه جدا. اسماء متالقه ولسه زي ما اتقال كده المصنع شغال فعلا. أيوة. يعني جيل ورا جيل ورا جيل، طبعا بدايه من زمان جدا احمد براده لغايه دلوقتي بنتكلم في مصطفى عسل. طيب احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع نكمل معاكم عشان اخبارنا الرياضيه لم تنتهي بعد. اهلا بكم مره ثانيه، تعالوا بقى نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي بفرقه المختلفه وانشطته المختلفه. هنروح نتابع كمان اخر الاخبار فيما يتعلق بالفريق الاول لكره القدم اكيد والانشطه الموجوده في الكاف يعني 3 افرع للنادي الاهلي مع مراسلنا العزيز فاروق صلاح الموجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وكمان نتابع تدريبات الفريق. صباح الفل عليك، اتفضل احنا شايفينك وسامعينك، اتفضل. طبعا صباح الفل عليك يا كريم، صباح الفل عليك انا هوند، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، واحلى صباح طبعا على كل جماهيرنا جماهير النادي الاهلي. طبعا يا كريم احنا موجودين هنا في ملعب مختار التتش واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق المقاولون العرب في المباراه المقرر اقامتها يوم 19 يوم الجمعه القادم ان شاء الله على استاد الاهلي والسلام في تمام الساعه 8 مساء ضمن فعاليات الاسبوع او الجوله الرابعه للدوري المصري الممتاز. طبعا النادي الاهلي كان خاض مؤخرا مباراه وديه امام فريق منيه سمنود انتهت بفوز النادي الاهلي ب7 اهداف مقابل هدف. بعقب المباراه كان مستر بيتسو موسيماني طبعا اللعيبه ادت مران لمده يوم واحد ثم منح اللاعبين راحه، والنهارده الفريق بيعود لاستئناف تدريباته. حاله من الجديه بتفرض نفسها على لعيبه النادي الاهلي، يعني في هذه الاثناء في الوقت انا بكلمك فيها كريم مستر بيتسو موسيماني عقد محاضره فنيه مع اللاعبين، طبعا اتكلم على اهميه المرحله المقبله، في شقين بيشتغل عليهم طبعا شق المحاضرات الفنيه وفي جزء او جانب في الجيم والجانب البدني. قبل هذا الامر مستر بيتسو موسيماني اجتمع طبعا مع اللاعبين، حث اللاعبين على ضروره يعني تركيز، عندنا 3 مباريات في غايه الاهميه وفي غايه يعني اهميه مشوار الاهلي في الدوري امام فريق المقاولون العرب اللي هتبقى يوم ال 19 ان شاء الله في تمام الساعه 8، ثم يوم 22 امام فريق غزل المحله بالمحله، ثم يوم 25 امام فريق سموحه بملعب الاهلي والسلام، 3 مباريات في يعني في وقت وفي فتره زمنيه قصيره جدا. مستر بيتسو موسيماني طبعا في ظل غياب بعض اللاعبين الموجودين 7 لاعبين مع المنتخب المصري الاول، طبعا اللي اتمنى له التوفيق النهارده في مباراته الاخيره امام فريق الجابون ان شاء الله اللي هتكون في تمام الساعه 3، طبعا كل التوفيق ان شاء الله. من المقرر يا كريم التحاق اللاعبين الدوليين سواء لاعبي المنتخب المصري او المنتخبات الاخرى بفريق النادي الاهلي غدا بمشيئه الله، طبعا في اطار الاستعداد خلاص لمباراه المقاولون العرب زي ما استعرضنا وقلنا. طبعا حاجه من الامور المهمه جدا برضو يا كريم اللي من خلالك بنشيب بيها وبنقولها ان يعني دور النادي الاهلي دايما غير مقتصر فقط على الفريق الاول فقط او المنتخب الاول، لا ده انت عندك كان مجموعه لعيبه مجموعه 6 أو 5 لاعبين موجودين مع المنتخب الاولمبي، عندك 6 لاعبين موجودين مع منتخب الشباب 2003، في 7 لاعبين موجودين مع منتخب مصر الناشئين 2006، وده دور كبير جدا بيلعبه النادي الاهلي بمختلف فئات النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي سباق دايما في خدمه المنتخبات الوطنيه. يعني قبل المران يا كريم كان يعني من خلفيه كان محمد محمود ومحمود متولي في يعني جانب بدني بيشتغل معاهم كبير له مخطط الاحمال ودوره المهم جدا مع اللاعبين في تجهيز ورفع المعدلات البدنيه للاعبين العائدين من الاصابه محمود متولي ومحمد محمود. خلاص كانت من الناحيه الطبيه اكتمل شفاء محمود
محمود متولي اللي اصبح جاهز وبيشارك على فترات يعني طبعا في المران، وايضا محمد محمود كان اشتكى من اجهاد خلال الفتره الماضيه في العضلات، ايضا صلاح محسن اللي خلاص انضم للتدريبات الجماعيه، وايضا محمود وحيد. تقدر تقول ان شاء الله يعني الحمد لله الحمد لله فريق النادي الاهلي خالي من الاصابات، ودور كبير جدا بيقوم به الجهاز الطبي للنادي الاهلي. وزي ما بنشكر الجهاز الطبي اللي في النادي الاهلي، لازم نشكر مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب على توفير كافه احتياجات الاجهزه الطبيه من جميع الاجهزه. يعني النادي الاهلي في الفتره الاخيره كريم ان يعني قدر ان هو يعني يجيب او يشتري بعض الأجهزة الطبية المهمة جدا، منها الأجهزة اللي بتعالج في التئام العضلات، ودي اللي سهلت على عملية عودة محمد الشناوي ومن قبله علي معلول. دي من الأمور المهمة جدا، ودور المجلس ان هو بيوفر هذه الأمور للاعبين. طبعا مستر بيتسو موسيماني في كلامه طبعا كله مع اللاعبين اتكلم على تجديد الدوافع وبيجدد الحافز للاعبين خلال الفترة المقبلة. طبعا بيتفرج واتفرج على آخر 3 مباريات لفريق المقاولون العرب، ووقف على كل كبيرة وصغيرة مع فريق المقاولون العرب، وأيضا اتفرج على مباراة الأهلي والزمالك وفرج اللاعبين على بعض الفيديوهات الخاصة بهذه المباراة. كلنا فرحنا بالخمس أهداف اللي أحرزها النادي الأهلي، لكن مستر بيتسو موسيماني اتكلم على الثلاث لاعبين الثلاث أهداف اللي سكنوا شباك النادي الأهلي، وأيضا كم الفرص المهدرة، وقال الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا لازم نستغل الفرص. طبعا الفريق هي يعني خلال اللحظات هيبقى نزول اللاعبين لأرض الملعب للأداء المران، ثم هيبقى في مران غدا باذن الله، ويوم الخميس هيبقى في يعني عصرا ان شاء الله، وقبل الدخول في معسكر مغلق لمباراه المقاولون العرب. لو هنروح بقى كريم على فريق الباسكت وفريق كره السله اللي كان بالامس في المباراه الاولى للمباراه النهائيه لدور المرتبط، كان لعب خاض مباراتين، مباراه المرتبط وفي مباراه الفريق الاول. بالنسبة لمباراة المرتبط كانت انتهت بفوز فريق النادي الأهلي 83-59، بينما فريق الرجال كان تلقى الهزيمة أمام فريق الاتحاد 83-77. عقب المباراة مستر أوجوستي بوش المدير الفني للفريق اجتمع مع اللاعبين وشدد على اهميه المباراه المقبله، اشاد طبعا بفريق المرتبط وفوزه، وطالب بضروره تحقيق نفس النتيجه والنتيجه الايجابيه ان شاء الله في المباراه الاخرى. اجتمع مع اللاعبين، والنهارده هيعقد محاضره فنيه مع اللاعبين، هيشرح الاخطاء اللي وقعنا فيها خلال مباراه الاتحاد خاصه الكوارتر الثالث او يعني وبدايه الكوارتر الرابع. مستر جوستي بوش واحد من المدربين اللي بيشتغل على الاخطاء اول باول، لكن كل التوفيق ان شاء الله الفريق النادي الاهلي في المباراه غدا ان شاء الله، مباراه المرتبط ومباراه الفريق الاول. ايضا عايز اكلمك هنا على الحاله المروريه حوالين الاستاد او مقر النادي الاهلي بالجزيره، وايضا درجه حراره الجو النهارده. الظروف اكثر من رائعه والجو ملائم ان شاء الله ان احنا نشوف يعني اعضاء النادي الاهلي يكونوا متواجدين يقضوا وقت ويستمتعوا بوقتهم داخل جدران البيت الكبير بيت النادي الاهلي. ايضا النهارده يعني التدريب هيبقى يغلب عليه الجديه، وفرصه كبيره جدا في ظل غياب اللاعبين الدوليين، بعض اللاعبين تبرز وتقدم اوراقها. مستر بيتسو موسيماني بيجتمع بيعمل جلسات فردية مع بعض اللاعبين، عمار حمدي ايضا اللي بنطمن عليه وعائد من الاصابه، وايضا احمد عبد القادر. كل اللاعبين الفرصه متاحه امام اللاعبين ليه يعني لاثبات جدارته بارتداء قميص النادي الاهلي. انا موجود معاك يا كريم، موجود معاك يا نواند لو في اي استفسار او اي تساؤل. طيب فاروق صباح الخير عليك. طبعا في البدايه عايزه بس اروح معاك وتوصف لنا الاجواء دلوقتي داخل النادي. يعني انا وكريم كنا لسه بنتكلم في بدايه الحلقه عن تواجد دايما وحرص يعني كبار السن من الاعضاء على التواجد في النادي وممارسه كمان يعني رياضه المشي تحديدا، فانقل لنا الصوره، هل فعلا ده دلوقتي موجود؟ هل الاعضاء يعني ابتدوا في التوافد للفرع عندك؟ اتفضل. بالفعل انا هوندا اقدر اقول لك يعني قبل انطلاق المران كان بيبقى موجود مجموعه من اعضاء النادي الاهلي كبار السن اللي يعني ممارسه رياضه المشي حول يعني تراك ملعب مختار التتش، لكن يعني مع اقتراب خلاص ميعاد التمرين طبعا بيتم غلق الملعب، وبيستغل بعض الاعضاء التراك او الخاص التراك الخارجي اللي خارج اطار الملعب. ايضا في بعض الاصلاحات او الامور اللي تم عملها النادي الاهلي حول يعني بعد ازاله مدرجات مختار التتش ادت مساحه اكبر واوسع للاعضاء، بنشوف فيها تجمع دلوقتي للاعضاء. ايضا بعض الاعضاء كبار السن في يعني اثناء غلق المران او غلق الملعب لاداء لعيب النادي الاهلي للتدريبات بيستغل اعضاء النادي الاهلي الممر اللي فتحه للنادي الاهلي بيمارسوا من خلاله رياضه المشي، ايضا يعني مجمع حمامات السباحه او حمام السباحه وممارسه الانشطه. ايضا الجلسات والاعداد دايما اللي بنشوفها وانت داخل من عند من الباب الرئيسي للنادي الاهلي في جلسات، والجانب
الاجتماعي وبعض الاعداد. طبعا يعني جو النادي الاهلي مختلف يا نهواندي تماما بالنسبه لاعضاء النادي الاهلي. احساس الكبير احنا لما بنتكلم مع اعضاء النادي الاهلي بيقول لك انا جاي البيت الكبير، بالنسبه لي مش البيت الاهلي، النادي الاهلي البيت الثاني، لا ده هو البيت، البيت الاول طبعا. مع يعني خلاص احنا عارفه ان الساعات الاولى بتبقى يعني الشغل او المدارس او الجامعات، ولكن بيبقى في توافد مع الساعات خلاص يعني اقتراب الساعات مثلا من الساعه 11 12 بيبدا توافد الاعضاء. لكن في الوقت اللي انا بكلمك فيه واحنا داخلين في عدد كبير جدا من الاعضاء بيتوافد، ايضا بعض اللاعبات او اللاعبين اللي بيمارسوا الانشطه في اكاديميات السباحه او الاكاديميات الاخرى بيبدا توافدهم في هذه في هذا التوقيت ايضا مع يعني اقتراب الساعات ايضا. يعني في بيبقى متقسم توقيتات بعض اللاعبات او اللاعبين موجودين في المدارس بيبقى متقسم التوقيتات بتاعتهم. لكن اقدر اقول لك ان الامور كلها اكثر من رائعه، الجو داخل النادي الاهلي شمس يعني بتظهر على فترات لكن جو اكثر من رائع. انا وانت جدا هروح معاك يا فاروق لاخر نقطه خالص وهي عن الجيم. انا ليه بسالك الاسئله دي بالتفصيل عن الرياضه وممارسه الاعضاء واهتمامهم يعني بممارسه الرياضه؟ علشان ده النهارده هيكون فقره معانا يعني الكابتن احمد عوض منورنا وهنساله اكيد عن الاسئله دي، بس نقل لنا الصوره برضو الجيم الاقبال عليه ايه وايه اكتر التوقيتات اللي بيكون فيها اقبال شديد، ونتكلم كمان رجال ونساء يعني خلينا نعرف منه. يعني خليني اقول لك يا نهواند بالنسبه هنا اللي يعني هنتكلم لو على الجيم هنا في مدينه نصر، خليني برضو اكلمك بصوره اكبر على الجيم هنا في الجزيره او الجيم في مدينه نصر. طبعا في يعني تقدري تقولي ان التوقيتات اللي هي دايما ما بين الساعه 12 للساعه 4 وبيبقى افضل توقيت. طبعا النادي الاهلي هنا مقسم توقيتات للرجال مقسم توقيتات للسيدات، طبعا الكابتن احمد عوض هنا متولي طبعا الجيم في النادي الاهلي بالجزيره. طبعا في بعض الاوقات بيبقى مخصصه لبعض يعني اللاعبين لاعبي الفرق سواء الهاند بول او الباسكت او الفرق السيدات بيبقى متقسم لهم توقيتات. خلاف هذه التوقيتات بتبقى الامور كلها متاحه. السيدات طبعا بيفضلوا الوقت اللي هو الصباحي اللي بتتكلمي من الساعه 10 للساعه 12، في توقيتات ايضا من الساعه 12 للساعه 4. معظم الرجال او يعني اللاعبات بيفضلوا الوقت او اللاعبين بيفضلوا الوقت اللي هو عقب يعني العوده من العمل، وقت الليل عامه بيبقى افضل للرجال. لكن خلينا نتكلم على ان يعني احنا بنتكلم على التوقيتات، لكن في حاجات اهم جدا بكتير جدا. النادي الاهلي موفر اكثر من اجهزه مش هتلاقيها موجوده في اماكن كتير بره، يعني عضو النادي الاهلي بيجد كل الامور المتاحه ليه خلال يعني تواجده في جيم النادي الاهلي، كل الاجهزه كل الامور كلها متوفره. دور كبير جدا بتقوم به الانشطه يعني مجلس اداره النادي الاهلي وايضا مسؤولي الانشطه في النادي الاهلي في توفير كل احتياجات وطلبات اعضاء النادي الاهلي. عضو النادي الاهلي دايما لما بتساليه بيقول لك مش ناقصنا حاجه، يعني عضو النادي الاهلي بيدور على بعض الامور مثلا يعني بتكلمي في امور كماليه شويه، لكن اعضاء النادي الاهلي دايما بتطالب يعني بتشيد بالامر كله، بتشيد بكل يعني النشاطات الموجوده، بتشيد بكل الدعم شويه يعني بتشيد بكل الدعم لمجلس اداره النادي الاهلي، وبتتكلم على عدم يعني ان هم ما بيأثروش ابدا في تلبيه اعضاء النادي الاهلي وتلبيه احتياجات اعضاء النادي الاهلي. الدور المهم في الجيم وفي كل يعني الامور المختلفه داخل النادي دور مهم جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. انا وقت رائع جدا ودي نقطه مهمه وبناكدها فعلا الجيم، وانت كريم بتروح الجيم هناك احيانا بروح اخد لا كريم رياضي جدا فعلا هناك الماشينز دايما بيتم صيانتها وتغييرها وكمان بيشتروا الاجهزه الجديده، ده موجود دايما في الافرع المختلفه، فالشغل محترم جدا. نشكرك جدا يا فاروق يعني شكرا. كالعاده تغطيه اكثر من ممتازه، تغطيه كافيه ووافيه، والحقيقه كل زملائنا من المراسلين والمراسلات يعني الكلام اللي بيتقال على فاروق صلاح يتقال على كل حد منهم، الحقيقه دايما تغطياتهم متميزه وبنتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي كمان. نروح بقى لاخبار الرياضه بالمواقع والصحف سواء محليا اكيد او عالميا، ومقر دلوقتي احنا هيكون معانا مقر جريده ايه يا جماعه؟ هيكون بوابه نيوز. بالبوابه نيوز هيكون معانا مراسلتنا روزان نصر، هنتابع معاها اهم الاخبار في الصحف والمواقع. يعني روزان بنرحب بيكي مره ثانيه وبعد غيبه بقالك فتره مش بتطلعي معانا، صباح الخير عليكي. وعايزه اروح معاكي للمنشات الخاص ببوابه نيوز تحديدا، لان مدرب الجابون قال تصريح اعتقد هو مهم جدا، يعني لما يجي يتكلم مدرب الجابون ويقول منتخب مصر الاقرب للوصول لكاس العالم، لا ده عايزين نعرف التفاصيل بقى، اتفضلي يا روزان.
صباح الخير يا نهواند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني زي ما قلت يا نهواند، يمكن انا بقالي فتره مش بطلع، انت عارفه الشتاء، يعني انا مش من محبين خالص فصل الشتاء للاسف، فيعني اتمنى بقى انه ايه الشتاء يخلص بسرعه وندخل على الصيف على طول. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة من مقر البوابة نيوز. هنبدأ بخبر من جريدة الجمهورية. منتخبنا في صراع خفيف من أجل التصنيف، بيواجه طبعا منتخبنا الوطني اليوم منتخب الجابون على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لتصفيات كأس العالم قطر 2022، وحسم الفراعنة بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية لتصفيات المونديال بعد التعادل طبعا مع أنجولا في الجولة الخامسة. وعلى الرغم من حسم التأهل، إلى أن المدير الفني للمنتخب رفض اعتبار مواجهة اليوم تحصيل حاصل نظرا لأهمية الفوز في رفع النقاط للتقدم في ترتيب تصنيف الفيفا قبل قرعة المرحلة النهائية. بالفعل يا نهواند، الخبر ده معانا النهارده، ومن اهم الاخبار مدرب الجابون منتخب مصر الاقرب للوصول لكاس العالم. قال طبعا المدير الفني لمنتخب الجابون ان منتخب مصر لديه فرصه كبيره في التاهل لكاس العالم 2022 في قطر، وقال كمان في تصريحات خاصه بالنسبه لينا مواجهه منتخب مصر ستكون مهمه رغم تاهلهم للمرحله النهائيه، فهي مباراه دوليه ومهمه ونريد ان نكون في موقف افضل بالتصفيات. وكمان اضاف مصر اوفر حظا بين المنتخبات في التأهل لكأس العالم، ومحمد صلاح لاعب مهم لمصر مثل ليفربول وهو قادر على قيادة منتخب مصر لكأس العالم. من الشرق الأوسط، متروفيتش المغضوب عليه يصدم البرتغال. لاعب المهاجم متروفيتش دور البطل بعد أن كان قبل أشهر مغضوب عليه حين أهدر ركلة الترجيح الحاسمة في مواجهة فاصلة أمام اسكتلندا حرمت بلاده من التأهل لنهائيات بطولة أمم أوروبا. ولكن ميدروفيتش والذي أصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 44 هدف من 69 مباراة دولية وسجل 8 أهداف في 8 مباريات بعد دخوله بديلا أمام البرتغال. وأخيرا من روسيا اليوم، نجم إنجلترا يكرر إنجازا عمره 64 عاما. حقق طبعا هداف المنتخب الإنجليزي هاري كين إنجازا لافتا في مباراة سان مارينو ضمن منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وسجل كين 4 أهداف في تقريبا 15 دقيقة، وبهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده ل 26 نقطة إلى المونديال. وسبقه طبعا في التأهل منتخبات الدنمارك، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا وصربيا وكمان إسبانيا. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع البوابة نيوز. بشكركم جدا وعودة لكم مرة تانية. كمان بنشكرك جدا على هذه التغطية يا روزان، ولو ان هنختلف معاكي اكيد على موضوع الصيف والشتاء، بس مش موضوعنا دلوقتي. شكرا ليكي جدا، وبنشكر زميلنا العزيز ايضا فاروق على التغطية. شكرا. برضو بنتنا بنتنا يعني بنتنا. مش مشكلة، بس يعني لا 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 لا، يعني الآراء هنا هتختلف تماما اكيد. طيب نبتدي بقى مع حضراتكم اخبارنا المتعلقة بالرياضات العالمية المختلفة. وعايز اقول لكم وحش قوي لما تبقى بطل اولمبي في الدراجات وعجلتك تتسرق. ده اللي حصل بحذافيره مع لاعب بريطاني اسمه جيرنت توماس، وهو بالمناسبه بطل الاولمبيات مرتين وكان بيتدرب في شوارع الريفيرا الفرنسيه. لما تعب قال لك ايه، اما اقعد شويه كده على جنب في مطعم، وركن العجله بتاعته بره وقعد قعدته. اول ما خرج اكتشف ان الدراجه بتاعته اتسرقت. طبعا الدراجه اللي بيتدرب بيها دي مش دراجه عاديه بطبيعه الحال، بطل اولمبي لما هيتدرب بدراجه بروفيشنال بالمعنى الحرفي. بالمناسبة هذا اللاعب توماس هو بطل سباق فرنسا 2018، ووقتها بقى طبعا اضطر ان هو يركب تاكسي ويروح لمكان اقامته. لكن الخبر اللي يعني يسعد هو انه بعد 3 ساعات بالتمام والكمال، وبعد بلاغات متعددة للشرطة، وبعد رحلة بحث، عثر على الدراجة بمساعدة الشرطة. ونشر توماس صورة دي على تويتر وهو مبتسم جدا واقف جنب العجلة بتاعته، وكتب انظروا ماذا وجدت، أتوجه بخالص الشكر لرجال الشرطة، أعشق دائما النهايات السعيدة. ودي كانت نهاية سعيدة فعلا. إيه كلنا بنحب النهايات السعيدة حقيقي، بس يعني غريبة إن حاجة زي كده تحصل، لأن مش عادة مش ده الوضع في الخارج. يعني حوادث السرقة من النوع ده مش موجودة، يعني حتى بنشوف إحنا في الأفلام حد ممكن يسيب العجلة بتاعته يدخل السوبر ماركت، بس الأمر ما يخلاش لأن بيبقى فيه طبعا ده بيحصل في كل العالم يعني، بس كويس إن هو لقاها في الآخر. تعالوا نروح لملف تاني
تاني كريم، لان الملف الاخر ده احنا اتكلمنا عنه امبارح واثار جدل كبير جدا. أيوة. وكان في نوع من يعني برضو التنمر، وهي قضيه اعتقد العالم كله دلوقتي بيرفضها. امبارح اتكلمنا عن مطالبه الاتحاد الاردني لكره القدم للاتحاد الاسيوي بضروره التحقيق حول جنس حارسه مرمى منتخب ايران للسيدات لو حضراتكم فاكرين. الاتحاد الاسيوي رد، كشف عن نتائج التحقيق اللي اثبتت ان جنس اللاعبه الايرانيه انثى. اهو تم حسم الجدل، لان ناس كتير جدا، معلش هنقف هنا شويه، امبارح لما الصوره بتاعتها كان ليها صوره يا كريم والطرحه بتاعتها راجع لورا شويه، شعرها قصير صوره ثانيه غير دي، غير الصوره دي، غير صورتها في الملعب، الطرحه راجع لورا شويه لان هي اصلا شعرها دي حاجه ترجع لها برده. فالبعض بيقول لك بص اهو في واحده بنت شعرها عامل كده، يعني حتى تحس في تنمر بشكل مبالغ فيه، يعني مش كده، كل واحد حر، وفي الاول وفي الاخر اوكي ده تم او ده طلب تم بشكل قانوني تم الرد عليه، احنا كبشر بقى مش من حقنا ان احنا نقعد نتدخل ونتنمر، ويعني مشاعر هذه الفتاه ايه في الاخر؟ مش حاجه حلوه. خليني اكمل واقول برضو يعني خاطب الاتحاد الاردني لكره القدم بالنتيجه النهائيه حول الشكوى المقدمه، والقصه دي يعني زي ما انا بقول كان ليها اثار او اثارها الاتحاد الاردني اصلا لكره القدم بعد ما فاز منتخب ايران للسيدات على نظيره الاردني بركلات ترجيح في مباراه نهائي تصفيات كاس اسيا، والطالب فيها بضروره فتح تحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبه. البعض بيقول لك يعني هو عمل كده عشان خسر ولا عشان كانت هي متالقه؟ كان هناك شك على كل حال في اهليه لعيبه، يعني لعيبه كانت مشاركه اللي نتكلم عنها دلوقتي، وبعد التنمر اللي حصل ده على السوشيال ميديا وغيره الجميع بقى طالب بالاعتذار للاعبه زهره كوداي، وهي خليني اقول لحضراتكم هي لاعبه متالقه جدا، مش اول مره ان هي كمان تتالق في مباراه زي كده. احنا نزلنا برده بعض المعلومات عنها، هي مواليد 89 وهي تالقت قبل كده برده في مباراه منتخبها، وعايزه اقول لحضراتكم هي بتمثل كمان منتخب بلادها في تصفيات كاس اسيا، وكان ليها دور بارز جدا اصلا في تاهل ايران. ف معلش احنا يعني انا مش عارفه اقول لها ايه لو هي بتتابع او هي بيوصل لها الكلام، يعني احنا بنعتذر حقيقي لحاجه زي كده، شيء وحش قوي من اكتر او اكبر انواع التنمر. حد يجي يقول لك انت رجل ولا امراه، يعني يعني حاجه غير مألوفه بس تقيله قوي، يعني صعبه. طيب احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات، وبمجرد العوده هتكون هوند مع حضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه، وكابتن احمد عوض مدير جيم النادي الاهلي بالجزيره، وحديث مطول مصاحب بصوره بقى صوت وصوره لتمرينات المفروض ان كتير جدا من حضراتكم يكونوا مهتمين بادائها وبصفه خاصه كبار السن. هنطلع فاصل ونرجع نكمل. اتفضل. مرحبا بحضراتكم في الفقره الاولى، وزي ما نوهنا انا وكريم هنتكلم عن التمارين المناسبه بس تحديدا لفئه كبار السن، وازاي يقدروا ان هم يمارسوا الرياضه دي وهم في البيت. يعني مش مطلوب من حضرتك تروح جيم وتسوق وتتعب نفسك، وانت في البيت وانت قاعد حتى على كرسي ممكن تعمل تمرينات هتفرق معاك جدا وهتفرق في صحتك. ومعانا كابتن احمد عوض مدير جيم النادي الاهلي اللي منورنا حقيقي. صباح الفل، منورة بيكم. يعني بجد منور بقى، انت بتنورنا على طول، بس تكون معانا النهارده ده شيء حلو جدا. وتمرينات جميله محضرها لنا، بس طبعاً. قبل بقى ما نوري الناس عملي كمان محتاجين نفهم اكتر، لان في بعض المعلومات اللي لازم نقولها عشان تهم الفئه دي من الناس. تمام. او الجمهور اللي بيتابعنا دلوقتي، فئه كبار السن على سبيل المثال مش كلهم ان هم صغيرين بيمارسوا رياضه، يعني في ناس كتيره جدا مارست رياضه عن كبر، في ناس كتيره جدا ما بتمارسش رياضه خالص. تمام. يعملوا ايه في سن معين بعد ما نعدي مثلا 50 او 60؟ ازاي نعوض اللي فات عشان نقدر ان احنا جسمنا يعني زي ما بيتقال يشتغل بشكل افضل؟ طب هو كبار السن مبدئيا لازم نعرف حاجه واحده، هم ليه بنسميهم كبار السن؟ ان هم بيعدوا مرحله ان هو ما بيعرفش يعمل كنترول على نفسه. او ما بيعرفش يتحرك كتير، او خلاص اللي بيحصل له زي عمليه ضمور في العضلات، او العضلات بتاعته بتضعف. طب عشان تقوى العضلات دي رقم واحد لازم يكون بياكل كويس. بياكل كويس. لازم نظام الغذاء، لان اي مجهود بنعمله في الدنيا بيعمل هدم للعضلات، بيقطع في الالياف العضليه. ايه اللي بيبني العضلات؟ هو الاكل والنوم بس. اكل صحي متفاوت في المواعيد، يعني كل 3 ساعات وجبه، ده مفيد جدا ومهم جدا عشان ابني العضلات اللي احنا نقطعها. هو صح ان احنا نقطع العضلات، اصل مصطلح مرعب. هو طبيعي جدا ان احنا بنقطع العضلات، هو ما فيش يعني، هو جسم البني ادم بيتكون من هيكل عظمي، فوقيه هيكل عضلي، فوقيه طبقه دهون، فوقيه جلد. تمام. فاي حركه بنعملها في حياتنا بنستخدم فيها العضلات. طب العضلات دي لما بتتحرك بيحصل تقطيع للالياف العضليه،
عشان لما ناكل تتبني العضلات دي. فهي دي الفكره بتاعت هدم العضلات او تقطيع العضلات. اوكي. غير الاصابات، احنا ما بنتكلمش عن الاصابات خالص، ده اصابات حاجه ثانيه. الاصابات بتحدث لما بنعمل تقطيع زايد على العضلات او لود زايد على العضلات، زي اللي بيحصل له مثلا شد في العضله او مزق في العضله، ده ناتج عن مجهود زايد. في فرق بين مجهود او اجهاد وان احنا بنعمل مجهود طبيعي خالص عشان نبني العضلات دي. كويس. طيب كبار السن برضو اللي احنا بنتكلم ان هم يعني عدوا سن معين، فبالتالي وظائف الجسم بتشتغل بكفاءة بالظبط، فبيتطلب منهم ان هم يمارسوا رياضة يمكن بوقت كمان اطول ولا بوقت اقل من الناس العادية؟ اقل، ما زيدش عن 45 دقيقة تمرين في اليوم. لان دي مدة الهدم، احنا بنقلل في مدة الهدم ونزود في مدة البناء. زي الطفل، ما الطفل نفس الفكرة، الطفل او الراجل الكبير بيتعاملوا نفس المعاملة. ليه؟ لان هو ده في مرحله بناء العضلات وده في مرحله ان احنا نلحق العضلات قبل ما تضمر. هي نفس الفكره، احنا بنبني جسم هنا وده جسم بيتهدم، فاحنا بنحاول نخليه دايما يتبني. طيب يعني احنا هنشوف عملي طبعا ايه التمرينات دي، لان في بعض كمان الاشخاص اللي بتعمل الرياضه او بتمارسها بشكل خاطئ، يعني ممكن حد من كبار السن تحديدا، انا هقول عن الفئه دي برضو، لان لو حركه اتعملت غلط ممكن تاثر بشكل كبير جدا عليه. طبيعي يعني جدا. تداركها ممكن ياخد وقت وممكن يبقى اشرس الى حد كبير. هو نسبه الليونه في المفاصل عنده بتقل بالظبط، ونسبه المرونه في العضلات بتقل، لان العضلات بتبقى ضعيفه جدا، فما ينفعش نعمل لود زياده فحمل على مفصل نتيجه ان العضله مش مستحمله. عشان كده بنقول مده التمرين بتاعته بقى 45 دقيقه بس. وممكن يبتدي ب 20 دقيقه. 45 دقيقه مش كبار سنه، هو اتمرن 45 دقيقه. وبعدين مش لازم 45 دقيقه دي من اول مره، لا احنا ممكن نعمل 10 دقائق في ربع ساعه في ثلث ساعه. مش لازم امرن جسمي كله في يوم واحد، لا انا ممكن اخد حته حته في جسمي، ما ورناش حاجه لسه قدامنا كل يوم. يعني ممكن نعمل حاجه نركز على اللور او مثلا الشولدرز، ممكن يوم نعمل تمارين للايدين، يوم نعمل تمارين للرجلين، يوم تمارين للبطن، يوم تمارين للشست. على حسب الاكل بتاعي عامل ازاي، نظام يومي عامل ازاي مهم جدا. هل انا بتحرك اصلا؟ يعني لو انا راجل كبير او ست كبيره، دي نقطه حلوه، بتحرك وبنزل من البيت وبعمل مجهود في البيت ولا انا اصلا قاعد خالص، دي تفرق كمان. معظم يعني طب مش كله طبعا، معظم كبار السن بيبقوا قاعدين، وحتى احفادهم واولادهم هات لي اعمل لي، لو حد بيساعد في البيت. لكن حضرتك بتنصح ان ده بلاش، بلاش الثقافه دي، لا قوم لو عايز تجيب كوبايه ميه قوم بنفسك، لان ده يعتبر تمرين، دي تعتبر ده الوقت تمرين. يعني ما دام بعمله صح الامور اعملها بنفسك بالزبط. يعني طب لو انت ما بتعملش حاجه خالص، يبقى احنا هنخلي تمريننا بس 5 ايام في الاسبوع. طب انا بتمرن ما بعملش، بعمل مجهود، بخرج بروح اجيب حاجات، بعمل حاجات في البيت، اخليها 3 ايام في الاسبوع. اوكي. ما زودش طول ما انا بعمل مجهود يومي. دايما بنقول على حسب الحياه الشخصيه بتاعتك، حياتك عامله ازاي. يعني اللي بيشتغل غير اللي ما بيشتغلش، اللي بيخرج من البيت غير اللي قاعد في البيت. صح. اللي وقت الراحه بتاعه كبير يزود في ايام التمرين. حلو. وقت الراحه بتاعه قليل يقلل في ايام التمرين. طيب هل الموضوع بيختلف من رجال وسيدات؟ لو الرجل وامراه سنهم فوق 65 مثلا او فوق 60، هل الموضوع مختلف؟ مين اللي بيكون خالص عنده يعني لياقه اكتر؟ مين اللي او لما لا تخص بالشكل خالص ده؟ خالص ليها علاقه بالهيستوري بتاع حياته او تاريخ حياته. هل هو رياضي ولا مش رياضي؟ بياكل كويس ولا لا؟ صحي ولا مش صحي؟ دي اللي بتفرق، لكن كراجل او ست مفيش فرق بينهم خالص. طب هو معلش السؤال ده برضو عايز اعرف يعني هل فعلا الست بتعجز قبل الراجل ولا ده ملهاش علاقه برضو بالله؟ يعني ليه علاقه باللايف ستايل؟ ليه علاقه باللايف ستايل؟ تخيل انتوا اللي بتعجزوا الاول. مش شرط مش شرط يعني لا تقاس بالنوع. يعني بص، هو احنا جسمك ده عامل زي نسميها زي العربيات كده، طول ما انت بتعمل صيانه للعربيه كويس، حتى لو موديلها سنه. حلو المصطلح ده، صيانه يعني لو هي موديل 80 وبتعمليها صيانه كويس في ميعادها وبتحافظ عليها، هتلاقيها بحالتها. ممكن تبقى موديل السنه دي، ايوه صح، بس ما بتهملها في الصيانه وتلاقيها ما تمشيش خالص، ما تتحركش. فطول ما انا بعمل صيانه لجسمي عن طريق ان انا بتمرن، باكل كويس، ماشي بنظام لايف ستايل كويس، بعمل صحه بتمارين صحيه، باخد شمس، ببعد نفسي عن حاجه طاقه سلبيه، بطلع الطاقه السلبيه بره، بعد بكتسب طاقه ايجابيه، دايما مبتسم، دي بتحافظ على عضلات الوش اللي بتشتغل. نقطه صعبه، شوف قد ايه هي بسيطه بس صعبه، بس بتدرب عضلات الوش. بس مع الهموم ومع 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 الضغط، حتى لو بني ادم حياته حلوه برضو بيبقى لا يتخلو من يعني ضغوطات. عشان كده بنستخدم الرياضه عشان نفضل مبتسمين. دي يعني ما انت طول ما انت بتلعب رياضه بيتفرز ماده بتدي احساس السعاده في الجسم. دي حقيقة. فطول ما انت بتطلع طاقه سلبيه باي مجهود، حتى لو بتعمل بوكسنج، بتعمل تمارين في البيت، بتقوم تتحرك، بتعمل مجهود. انت لو انت قعدت تركب حاجه بس وخلصتها وانجزتها،
تحس انت مبسوط. طب لو كلمنا كمان عن الامراض الموجوده للبعض يعني اللي هي ممكن تكون صعب فيها ممارسه رياضه، نعمل ايه يعني؟ زي السكر وزي الضغط والقلب زي نعمل ايه بقى كده؟ ليهم تمارين، كل كيس وليها تمرين. اللي عنده سكر ليه تمرين. طب ورينا كده كابتن احمد، أنا جاهز. تعالى ورينا كده، ابدا معانا بالراحه للاشخاص اللي هي عندها امراض معينه يمارسوا رياضه ازاي بشكل خفيف وبعد بص كده. بص الامراض ليها وقت تمرين ونظام الاكل. اوكي حلو. اوكي بس بيتمرنوا كل التمارين، شده التمرين هي المهمه. ماشي. شده التمرين اللي هي ايه؟ ان انا ما بزودش شده التمرين، هي مثلا ممكن اشيل 10 كيلو في 10 عدات. فلو حد عنده سكر يشيل 6 كيلو بس في ال 10 عدات. نقلل يعني ما نضغطش على نفسنا. بيعمل شده 60% من الماكسيمم او التوتال بتاع المجهود بتاعه. اوكي. ما ينفعش يزود عن 60%. نفس الفكره الناس اللي عندها ضغط عالي، ما ينفعش تعمل مجهود عالي وواطي، يعني ايه؟ ما ينفعش اعمل جري بسرعه وبعدين اقف مره واحده. لازم المجهود بتاعي يبقى تدرج، اطلع وانزل ودايما اشرب ميه كتير عشان الضغط بتاعي ما يعليش. دي معلومات مهمه جدا. يلا بينا. معاك يا كابتن. بالنسبه للكبار السن اللي مثلا ما بيتحركوش كتير، دايما قاعدين، بيحسوا بالام في رجليهم، عندهم خشونه في الركبه، المفاصل بتوجعهم، فاحنا دايما بنرجح ان احنا العضلات بتاعت رجلي تبقى قويه بناء عن الحركات اللي احنا بنعملها. هنسخن عادي جدا، بدل ما انا واقف لا هسخن وانا قاعد. جميل، دي سهله جدا دي، مفيهاش اي مشكله. خلصت كده سخن كم مره؟ 20 30 عده، 30 ثانيه، 40 ثانيه. ست ولا كذا ست؟ انا دلوقتي بسخن، ممكن اعمل 30 ثانيه واغير الحركه يمين شمال. اوكي. الاثنين مع بعض. انا عايزه حضراتكم بس والنبي تركزوا، لان دي حاجات والله مفيده جدا. 30 ثانيه رجلي يمين ورجلي شمال. حلو. بعد كده 30 ثانيه رجليا شمال، 30 ثانيه يمين، دايره. حلو. لبره. حلو قوي. دايره لجوه. كل ده احنا بنسخن بس المفاصل بتاعتنا عشان نرفع درجه حراره جسمنا. دايره. توتال التسخين يبقى قد ايه تقريبا؟ من 5 دقائق ل10 دقائق. من 5 دقائق ل10 وعلى حسب انا صحتي عامله ايه. لو انا لسه مبتدئ يبقى خليها 5 دقائق بس، عشان نعمل كمان ربع ساعه كمان تمرين، يبقى انا كده توتال 20 دقيقه. جميل. صحتي اتحسنت ممكن ازود في التسخين اخليها 10 دقائق. يعني وانتم بتتفرجوا على 10 الصبح في الاهلي كرسي وبتفرجوا علينا وبنعمل التمرينات دي، صح كده؟ حسن ظهري كده اهو، هبعد بس اهم حاجه اخر ظهري عن الكرسي واخلي اول ظهري بس هو اللي على الكرسي. ده اول تمرين بقى. ده يعتبر تمرين لو الناس لسه ضعيفه. لا انا مش لما يتعودوا أنا عليه. مش فاهمه التمرين ده، يعني انا قعدت على الكرسي كده انا تمرين ده. تمام، هبتدي اتمرن بقى تمارين للرجلين، عايز اقوي العضله الاماميه اللي قدام دي عشان تحافظ على الركبه من الالام. لو انا عندي خشونه، هقوي العضلات دي عشان تبعد الالام، ولو ما عنديش خشونه فانا بحافظ على رجلي من الخشونه. الظهر ده الوقايه. الظهر بيبقى مفرود لورا. ظهري ساند ظهري. اوكي. باعد اخر ظهري ما بقاش 90 درجه كرسي. يبقى انا مايل لورا كده، رجليا هطلع وانزل. اهم حاجه مشط رجلي اسحبه عليا عشان اشغل العضله اللي هنا كمان مع العضله اللي فوق. اوكي. هعمل مثلا 30 ثانيه او 20 عده او 10 عدات او 5 عدات على حسب مستواي. انا الليفل بتاعي انا اللي بحدده، انا مش قادر هعمل 5 عدات. يعني ما نضغطش على نفسنا مره في مره في بعد 3 مرات بالظبط يعني. هيحصل لي حاجه اسمها ادابتيشن اللي هو تكيف، العضله هتتعود على التمرين، فابتدي ازود العدد او التايم عشان اخش الليفل اللي بعده او المرحله اللي بعدها. ماشي. خلصت فوق وتحت، هعمل دايره لبره، ده ليفل بعديه، دايره لجوه، ده ليفل بعديه، نفس الكلام رجل التانية. احنا كنا بنلعب على اللور يعني على الجزء السفلي. يعني مثلا هنقول عشان بس الناس تبقى عارفه التمرين كويس، هعمل 20 عده يمين 20 عده شمال 3 مرات. ماشي. دايره لبره 20، 1 2 3 4 لمده 20. والناحيه خلصت. التانية نفس الكلام، اللي بعدها لجوه، اللي بعدها لجوه 20 عده. تمام. خلصت، عايز اخش ليفل اعلى شويه، هبتدي اعد برجلي 1 2 3. دي اصعب مرحله. يعني انا بعد الحركه بالرقم. هعمل كومبيتيشن او مسابقه بيني وبين نفسي ان انا اعرف اوصل لاعلى رقم كام،
وده يبقى اختبار بالنسبه لي، اعلى رقم ورجليا ما وجعتنيش مثلا 4 وتعبت، هستمر 3 ايام على 4 دي بس. اوكي. بعد 3 ايام جسمي هيتعود على التمرين والعضله هتبقى اقوى، اوصل ل 5 6 7 ده انا 8. بكتب برجلي الرقم، بكتب برجلي الرقم. آه. كاني في الم في رجلي وبكتب الرقم. اوكي. قدامي 9 10 كده انا عملت كومبيتيشن منها كمان، انا ما ازهقش من التمرين كده، يبقى انا خلاص مبسوط بالتمرين ده بالظبط، برسم التمرين. طيب. عايز اخش مرحله ابعد شويه اللي هي بقى هنقول زي الناس اللي بتعمل سكوات، واقول لك سكوات بتحافظ على الهيب وتحافظ على العضلات دي واللي ورا واللي قدام. هطلع بس كده جسمي بعيد عن الكرسي واثبت 30 ثانيه او اعد 20 عدد. واحد اثنين ثلاثة. بس عايزه اجسام معينه، حضرتك عارف برضه كبار السن مش كلهم عندهم التمرين اللي احنا بنعمله ده لكبار السن والاوفر ويت. والاوفر ويت اللي هو وزنهم معدي 120 150 كيلو ما بيقدرش يعملوا مجهود ومش هيعرفوا يروحوا جيم وقاعدين في البيت ومكسوفين ينزلوا من البيت، يقدروا يعملوا التمرين ده. اوكي. وما فيهوش اي اضرار، ركبتي هسند عليها، الهيب لورا، هبعد بس الهيب او رجليا من على الكرسي بس، اثبت 30 ثانيه واقعد تاني، هعملها 3 مرات ما بين كل مره 30 ثانيه راحه. جميل. تمام. خلصت هبعد تاتش المس. ده ليفل عالي بقى ده، ده احنا عمالين نخش في هيقدروا على فكره كبار السن بيبقى عندهم طاقه زي الاطفال بالظبط بجد، بيبقى عندهم طاقه جامده جدا، عايزين يعملوا اعلى حاجه. حلو حلو جدا. بس يعني بس مهم ان هم يخلي بالهم من نفسهم عشان ما يجيلهمش اصابه. اوكي. يعني واحده واحده، ما استعجلش، مش لازم اعمل كل حاجه مره واحده. جميل. خلصت ده هبتدي اقوم اقف، ما افردش ركبتي على الاخر. قبل الاخر بسنه صغيره، واقعد تاني. دي سهله. هعمل. دي بقى دي سهله خالص. هعملها يعني رجلي مفروده خالص، لا نص كده فرده اخد نفس قاعده تاني، طلع النفس وانا نازل. اوكي. بص كل ده واحنا قاعدين على الكرسي في اوضه النوم حتى، مفيش يعني اي حاجه، مفيش اي حاجه طالبينها خلاص، انا كل يعني ده انا ببرن جسمي كله وانا قاعد. حلو. طيب هبتدي خلصت الجزء اللي فوق، عايز اعمل تمارين للبطن وانا قاعد. ماشي. واحنا قاعدين كمان، واحنا قاعدين اهو. انا كل اللي انا هعمله اهو ايدي اهي، هعمل انقباض لعضلات بطني بس، شدها أنا لجوه. انا قاعده بقى قاعده زي في زي كده. ما احنا قاعدين بالظبط، بس مش فرد ظهري يعني، مش محتاج خالص، ده ليفل اقل ليفل فيه. لا انا دي عايزه اجربها تاني اهو. انا بس كل اللي هعمله ان انا هشد عضلات بطني لجوه وانزل تاني. الظهر عامل ازاي يا كابتن احمد برضو؟ يعني انت لازق ظهرك بس لا من خالص تحت خالص. ظهري مش لازق، انا قاعد على اول الكرسي. اه بالظبط. اهم حاجه كمان كرسي يكون سليم وكويس. بدل ما نيجي عشان كده هروح المستشفى. لا بعد الشر عليهم. ساند الظهر اهو، هطلع بصدري بس، واقفل صدري على بطني وارجع تاني. طيب عايز اخش مستوى اعلى، 20 يمين. لا ممكن اجربها، ممكن شمال. ممكن اجي مكانك اجربها بس دي طبعا، قصدي ممكن احنا نعملها طبعا الايام اللي مفيش لا جيم. لا اطلعي قدام كمان كده. كمان أكثر. ايوه على اول الكرسي كده، ايدي كده اهو وستريت، شد بطنك لجوه للاخر، عايش للاخر، مش عايز ظهرك يطلع، انا عايز بس الكتف هو اللي الحته دي اللي بس تشتغل بس كده، ما تطلعيش قوي، حتى ظهرك يفضل ثابت، لا ظهرك يفضل لازم. شفت بقى ان انا مش عارفه اعملها اهو بس. اوكي يعني ظهري ثابت بس، شد بطنك لجوه، حاسه بعضلات بطنك؟ وانت طالعه بقى طلعي ركبه لفوق كده، ها طلعي ركبه كده، وانت طالعه ايوه لا ها مع بعض مع بعض دي وارجع تاني، لا اقفلي ما مع علينا هنظبطها احنا تاني لو احنا عشان انا بعملها العاديه وانا في الجيم. ثبت رجلي اهو، موضوع على فكره مش سهل زي ما كنت فاكره. رجلي ممكن تبقى مفروض عشان اقوي العضله اكبر. اوكي. كده في عضله في الرجلين مربوطه باسفل البطن، هي البطن السفلى اللي كل الناس بتشتكي منها، ده تمرين بطن واحنا التمرين العادي اسهل اللي بنبقى نايمين على الارض يعني.
ما هو بالنسبه لهم انا مش عايز انيمهم على الارض ان بعضهم بيبقى ضغطهم واطي. لا لا انا بقول لك انا لو قارنت يعني بالنسبه لينا احنا ممكن ننام على الارض ونعمل التمرين لكن انا بالنسبه لكبار السن ما بقدرش تنزل على الارض وتطلع تاني. فانا عايزه تعمل حاجه وهي قاعده بس لازم التركيز في التفاصيل. يعني انا حتى ما ركزتش في التفاصيل. شوف في الاول ما عرفتش اعمله اول حاجه القاعده لازم التفاصيل عشان يبقى صح بيتعمل عشان ما يعملش اي اصابه. يعني ظهري فين كده اشتغل وانا قاعد هبتدي اعمل حاجه للجناب يا اما زي ما احنا كنا هنا اهو وايد عكس رجل حلو ده برضو. وظهري ثابت في الكرسي ولا ما بتحركش؟ انا ايدي الثانيه سانده على الكرسي اهو العكس ايدي الثانيه اهي. اوكي اوكي هو كل الموضوع ان انا اخلي العضلات تقفل على بعضها. اول ما العضله تتحرك الالياف بتتقطع فلما باكل الالياف دي بتبقى اقوى فتحرق الدهون اللي حواليها. ماشي بس ما اقولش بقى يعني لا ما هو كوارع ورز دي جرعات اللي بيتحكم فيها الدكتور. لو حسب انا مثلا عندي سكر او ضغط لازم اتابع مع دكتور يديني الاكل بتاعي. ما نهملش قصه الاكل الصحي برضه مع رقم الحركه. يعني الطفل اهم حاجه بالنسبه له هو الاكل. حتى الدكتور لما بيروح يقول لك جرعات الاكل بتاعته ايه. حتى البيبي يقول لك ياخد الرضعه بتاعته كل قد ايه. تمام. كل ساعتين والجرامات قد ايه عشان الفيتامين والمواد العناصر الغذائيه بتاعته تخش له بالكفاءه دي. فاحنا كلنا زي بعض من الطفل الرضيع لغايه كبير السن. كويس. عندنا بقى ايه تاني فاضل لان احنا قدامنا دقيقه ونص. تمام. نخش تمارين واحنا واقفين مثلا. ماشي. هنسند على الكرسي. اهم حاجه ان انا افضل سليم. طول ما انا سليم طول ما انا هجيب نتيجه. اهملت في السلامه او عناصر السلامه بتاعتي جات لي اصابه مش هتمرن وهقعد في السرير. اوكي. تمام. كرسي ساند مايل سنه لقدام هعمل برجلي لبره. ظهري مش مفروض بقى ظهري لقدام سنه. ها اوكي. انا ساند على الكرسي. ظهري بره الموضوع خالص. مش فارقه. رجلي اللي انا واقف عليها متنيه سنه صغيره. صوت. متنيه سنه صغيره. الركبه ما تتفردش خالص في اي تمرين ولا حتى لو انا واقف في المطبخ بعمل حاجه او باخد شاور ما بفردش رجلي على الاخر. لازم تبقى سوفت ني. وفي حد بيقف كده؟ طيب ما دام ده طبيعي بتاعي عشان اخلي ده بنبقى واقفين ستريت. ما هو لو وقفت ستريت انا كده اللود على المفصل. لكن طول ما انا خدت السوفت دي انا خليت اللود على العضلات. يعني واحنا ما يحصلش خشونه نحاول نقف الوقفه كده تبقى بالظبط كده انا ما فيش لود لا على ظهري اسفل ظهري ولا على ركبتي. نحاول تعود على فكره كل يعني. حاجه بتيجي بتعود. احنا اللي بناخد عادات سيئه بالتعود برضو. ماشي تمام. ده لبره هعمل 20 يمين خلصت 20 شمال ثلاث مرات ورا بعض. خلي الراحه بتاعت رجلي اليمين هي لما بشتغل رجلي الشمال. اوكي تمام. عايز امرد العضله اللي جوه عكس. تمام. العضله الثانيه عكس. طيب اوكي. الهيب لورا ودي مهمه جدا. نعمل كيك بقى لورا بالراحه ودايما وانا راجع ما اخبطش في الارض. احاول ابقى عشان دي بتصنع يعني. في ركبتي في الهواء ولا يعني. راجع لا رجلي الثانيه اهي فوق. اوكي وانزل. فوق وانزل طلع النفس دي لطيفه قوي دي سهله كمان. ودايما اطلع النفس وقت انقباض العضله. مهم جدا موضوع النفس. تمارين ثانيه اخر ممكن. حاجه بقى هنختم بده يعني علشان الوقت. حاضر. وده مهم جدا للناس اللي عندها مشاكل في الدهون اللي عند الدراعات او فوق. كتير ناس بتعاني منها حتى في سننا يعني. وانا قاعد همسك وزن كيلو ازازه ميه ما فيش خالص مش مهم. أوكي. المهم وزني ايدي حتى هطلع ممكن اثبت 30 ثانيه ظهر مفروض واثبت اخد نفس وايدي مش مفتوحه للاخر دراع يعني مش مفروض لا. أوكي. نفس عايز اعملها من الحركه وقتها. ممكن لغايه هنا وانزل تاني. لو حد بيشتكي من الام في كتفه هاخد هاف اللي هي ربع حركه او نص حركه ممكن حركه كامله. اوكي بس ما اطلعش على مستوى كتفي. ده 5 كيلو ده حاجه شايله ولا كام؟ 2 كيلو. حاجه سهله خالص. هطلع لقدام وانزل. حلو قوي. دراعات كل ده وانا قاعد. يعني بجد نصايح من ذهب زي ما بيقولوا والله يعني. سكوات كيك دي هتبقى صعبه شويه بس ماشي. ممكن اعمل 1 2 واوت. على قد ما نقدر بقى. واطلع تاني 1 2 واوت.
كابتن احمد والله بجد انا نفسي استفدت، يعني اتمنى حضراتكم تكونوا استفدتوا. كابتن احمد يعني بجد خبره وعنده معلومات كتيره جدا، ان شاء الله تنورنا مره تانية، وفي ملفات كتيره محتاجين ان احنا يعني نعرفها معاك ونشوف الرياضه المناسبه ليها. بس اللينك هيبقى نازل طبعا زي ما حضراتكم عارفين على صفحه قناه الاهلي طبعا، لان الناس ممكن تكون ما حفظتش برده دلوقتي، فخلي اللينك قدامك افتحه ومارس الرياضه كل يوم لو قدرت، لو 10 دقائق هتفرق جدا على المدى كمان الطويل. نورتنا مكانك يعني على كل حال. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم اخر فقره. اهلا بحضراتكم عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي، وهنتكلم بقى دلوقتي عن ماتش النهارده وعن اللي فات وعن اللي جاي وبالتفصيل اللي ممكن يتقال عليه تفصيل الممل، عشان احنا عايزين نطمن على اللي جاي ان شاء الله فيما يتعلق بمنتخب مصر. طبعا منورنا النهارده في هذه الفقره كابتن احمد سلامه مهاجم حرس الحدود ومنتخب مصر السابق. صباح الفل عليك. صباح الفل اهلا بحضرتك. الله يخليك يا استاذ كريم، منورنا دايما والله بجد. الله يخليك كابتن احمد. نخش بقى على طول بقى اسئله وايه واجابات صريحه عايزينها منك. يعني اختيارات كيروش حتى هذه اللحظه بتشوفها ازاي؟ وهل زي ما بيتقال عنه مدرب لا يعرف المجاملات وله فكر خاص، وربما البعض لا يعني يستطيع قراءة أفكاره من اللحظات الأولى، طب هل الكلام ده هينطبق على مشاركة أفشة النهاردة ولا لأ؟ وهل في مفاجآت أخرى؟ هو مستر كيروش من مدربين كبار جدا، مدرب يمتلك خبرات كبيرة وقاد أكتر من منتخب للوصول لكأس العالم. صحيح. هو مميز جدا في المنطقة دي وخبراته عالية جدا، ومدرب ليه فكر وليه فلسفة وليه استراتيجية بشكل كبير. يمكن مستر كوروش فاجئنا احنا كمصريين، هو بيلعب ب 4-3-3، واحنا متعودين دايما ان احنا عندنا اللاعب رقم 10 ده اساسي في منتخباتنا على مر العصور. يعني لاعب رقم 10 ده بيبقى مميز عندنا انه لعيب بيكون كورته عاليه شويه، بيعمل عمليه او حلقه وصل ما بين خط الوسط والخط الهجوم عندنا. احنا يمكن افتقدنا ده في الوقت الاخير، انه دايما عندنا قفشه مش موجود بشكل مستمر، عندنا عبد الله السعيد بيلعب اكتر في اللاعب رقم 8 بشكل اكبر، محمد شريف بيلعب وينج، يعني بلاقي فيه شويه توظيف للعيبه عندنا بشكل متغير شويه او مختلف شويه عن اللي احنا متعودين عليه. ولكن اكيد ده هيجني ثماره يعني مع الاستمراريه ومع التجانس ومع الفتره اللي جايه، وان الفرقه تعمل معسكر يقدر مستر كروشي ينفذ شغله او يشوف يقف على نوعيه اللعيبه اللي تقدر تنفذ شغله بشكل كويس. اكيد هو عنده وجهه نظر، اكيد هو ماشي في طريقه الصح، ولكن احنا يمكن بنقلق شويه لو ادائنا بيختلف شويه. ما هي انا معلش هاخد من كلامك، لان انا عندي برضو نقطه عايزه شخصيا افهمها. انا دلوقتي لما اغير اماكن او يعني دور اللعيبه في الملعب، انا دلوقتي زي محمد شريف على سبيل المثال، محمد شريف عندي مهاجم ومهاجم بقاله فتره، لما اجي لعبته دلوقتي وينج، طيب هل هو على درايه اصلا كيروش سواء من قبل بقيه يعني الاداره او الجهاز المعاون على ان على فكره محمد شريف مهاجم بقاله سنين، ولا القصه هو عنده المعلومه في نفس الوقت هو شايف ان المكان ده انسب ليه؟ طيب هل حتى لو هنغير او هنبدل، هل انا مرنت بشكل كافي اللاعب ده على يعني البوزيشن ده؟ يعني برضو لا، كلام حضرتك مظبوط 100%، ان انا كمان كمدير فني لازم برضو اسمع للجهاز المعاون بالنسبه لي، لانه انا شايف ان هم اكيد هيدوا له معلومات هتفيده. اكيد ده جهاز، لو النجاح لمستر كروش فهو نجاح للجميع، يعني منتخب سواء جهازه المعاون او سواء جمهور بتفرح جمهوره وبتعمل لنفسك كمان اضافه كبطولات مكسب للجميع. بالظبط. فانا شايف ان هو لازم يكون لازم برضو يقعد مع الجهاز المعاون يسمع لهم يشوف وجهه نظرهم. انا شايف انه مستر كروش توظيفه لمحمد شريف في المكان ده يعني غير مناسب بالمره. محمد شريف ماشي بشكل كويس جدا جدا مع الاهلي كمهاجم صريح. صحيح. بيقدر يستغل انصاف الفرص يجيب منها اهداف. كان ليه بصمات كتير جدا جدا مع الاهلي في الفتره الاخيره، يعني نستفاد من حالته الفنيه والتهديفيه اللي هو متواجد عليها في الفتره دي. حتى في مباراته الاخيره لما كان بنلعب مباراه تقريبا مع ليبيريا او حاجه زي كده، كان هو اللي احرز الهدفين. رغم هو انا شايف انه ممكن يكون يعني اختلاف وجهات النظر بالنسبه لينا احنا كشارع رياضي وبالنسبه لمستر كروش في موضوع محمد شريف.
ان هو شايف ان محمد شريف لاعب متحرك كتير، لاعب بيروح على الجول اكتر، لاعب عايز مساحه يوصل بها للجول، فهو بيحاول يجيبه من على طرف من اطراف الملعب انه يبقى قدامه المساحه يقدر شايف اكتر، ما يبقاش مواجه او ما يبقاش مد ظهره لمرمى الخصم يكون مواجه بشكل اكبر. ولكن يعني محمد شريف بيقدر، هو عنده حته ال 10 15 يارده دول بيعرف يسبق فيهم بشكل كويس. مثال كمان يعني بالظبط، يعني انا شايف ان هو لا يقدر يدي، يقدر محمد شريف يلعب كمهاجم صريح لمنتخب مصر ويؤدي فيها بشكل كويس. يا ريت ان مستر كروشي يعني يمكن انا حسيت او اداني يعني اداني زي مؤشر كده ان هو شايف محمد شريف وينج بس من خلال تغييره او نزول مروان حمدي بدلا من مصطفى محمد، وما تمش الدفع بمحمد شريف بدلا من مصطفى محمد، ووضع لاعب او الدفع بلاعب وينجر اساسي يقدر يقوم بالمهمه دي. فانا شايف ان هو شايف محمد شريف اكتر ك يعني كوينجر، مش شايفه كمهاجم صريح. وده بصراحه انا شايفه ان هو نقطه لازم يتكلم فيها الجهاز المعاون، يعني طبعا معاه الكابتن ضياء السيد خبرات عاليه جدا، ومعاه الكابتن مع محمد شوقي نفس الكلام، ومع راجل لعيب دولي وعنده عين كويسه، عنده عصام الحضري من اساطير الحراس المرمى، وبرده عنده رؤيه كويسه فنيه، يقدر بشكل ما يعني ما اعرفش ممكن يكون ما فيش مساحه اعطيها المستر كروش للجهاز الفني المعاون اللي معاه هو يبدي رأيه. فانا ما اعرفش يعني، لكن انا شايف هم لو ادوا له رايه اكيد هيقدر يعمل ناتج تمام. افضل وفعاليه اكبر ان شاء الله. جميل. طبعا كيروش مش هنختلف عن كونه ان هو مدرب مخضرم، كده كده مخضرم وعنده تاريخه. حضرتك في وسط كلامك كنت بتقول ان هو عنده فكر وعنده فلسفته. تمام. برغم كونه مخضرم وصاحب فكر وفلسفه، لكن كتير من الناس شافوا ان الفكر والفلسفه دي مش واضحه قوي في كام ماتش يعني اللي لعبهم هو المدير الفني. في ناس بتقول هو عنده ما يثبت ان هو مدرب دسم، لكن الدسامه دي مش متحققه عفوا لغايه دلوقتي. احنا بعد ماتشين ليبيا والماتش اللي فات، والله اعلم هيحصل ايه في ماتش النهارده. برضو كتير جدا من الاهلاويه وكتير جدا من الـ يعني الزملكاويه وكل الناس اللي معنيه بمنتخب ومؤازره وتشجيع منتخب مصر بيتكلموا على ان هو ليه فكره مش واضح، هو ليه بيغير البوزيشنز بتاعه اللعيبه اللي معروفه ان هي في احسن حالتها وهي في الاماكن دي. طيب غير مره واثنين، هو ما خدش باله ان التغييرات دي لم تؤتي ثمارها. عايز اقولك باختصار ان في ناس قلقانه في ضوء اللي شفناه قبل كده، مش مطمنه قوي للي جاي، اخذا في الاعتبار ان احنا اللي قابلناهم لغايه دلوقتي مش هم الفرق الاثقل، مش هم المنتخبات الاكثر ثقل. فانت شخصيا شايف ايه يا كابتن احمد؟ اكيد كلام حضرتك مظبوط طبعا. يعني انا شايف ان هو يعني احنا حتى الان لعبنا ليبيا وهي كانت الاول ومتصدره، وكنا متخيلينها افضل يعني المنتخب قوي وليه ثقله، لكن للاسف انا لقيت ان هو لا، احنا مصر فرقه كبيره جدا او منتخب قوي جدا، قدرنا نكسب المباراتين سواء على ارضنا 1-0 او خارج ارضنا على ارض ليبيا 3-0، ادينا اداء كويس. يمكن في المباراه الثانيه اكتر، المباراه الاولى كانت مش بالافضل، المباراه الثانيه كانت ما هي النقطه دي يا كابتن احمد هي اللي تحديدا عايز اقف عندها برده ثاني، وبرده هسيبك تسترسل في الاجابه. احنا في الاول في الاخر طبعا بنكن كل الاحترام للمنتخب الليبي والشعب الليبي، يعني لا غبار على الجزئيه دي، بس في الاخر ليبيا اذا ما قورنت بفرق من عائله نيجيريا والسنغال والكاميرون وساحل العاج، فهي في العادي يعني في المعقول، هنقول مستواهم او حجمهم في المعقول. مش ليه احنا كنا يعني اللي هو بنأمل قوي ان احنا نفوز في مباراتي ليبيا؟ هو مش ده العادي؟ هو مش ده المفروض ان ده بدايه كلام عن منتخب الفراعنه بتاريخه؟ اكيد طبعا، لكن هو طبيعي ان انت المدرب لما بيجي بياخد وقت شويه لما بصمته بتظهر على الـ على الـ على الارض الواقع. يعني انا شايف ان مستر كروش مش هيجي النهارده، كان من يومين ثلاثه عندنا منتخب مثلا مهزوز شويه، دلوقتي جه بقى منتخب سوبر هيرو. يعني اكيد طبعا يبقى في مراحل وفي عمليه انتقاء وعمليه توظيف وعمليه رؤيه من المدير الفني لبعض المراكز الموجوده على ارض الواقع هنا او ارض الملعب. انا شايف ان هو الفتره اللي جايه هيكون الامور افضل لو في تجمعات اكتر، وبدا مستر كروش يعمل شغله هو او طريقه اسلوبه هو الفني، ويقدر يفرضه على مجموعه اللاعبين الموجودين. واختيارات مستر كروش يعني للاسف انا شايف ان هو يعني مثلا ممكن تلاقيه بيجيب حد كويس، بس بيبعد حد برضه يعني عدم استدعاء مثلا واحد زي
رمضان صبحي برضو ده برضو يعني انا شايف رمضان صبحي لعيب جيد جدا طبعًا. كان يقدر يؤدي في المكان طبعًا. اللي هو الوينجر ده بشكل افضل. انا شايف ان في واحد زي احمد سيد زيزو برضو نفس الكلام لعيب جيد جدا. شايف ما ضمش ممكن احمد رفعت من الموسم اللي فات ماشي ومن مواسم قبل كده كان لاعب جيد جدا سواء في الاتحاد او في المصري وحاليا في فيوتشر وكان بيقدم اداء كويس برضو ما انضمش. شايف في لعيبه برضو تقدر تضيف في اماكن الوينجر ده ما انضمتش بشكل كويس او وتم الاستعانه بمحمد شريف في المكان ده. فانا شايف انه في برضو يعني حته عدم يعني ايه انا شايف انه يعني مش الاختيارات جيده يعني الاختيار انا لما بختار محمد شريف فشيء جيد لكن توظيفه هو اللي مش جيد يعني انا لازم احطه في المكان اللي يقدر تكون فاعليته فيه اكبر. فهي دي النقطه. لكن انا نقطه انه في ليبيا المفروض ان انت كمصر كتاريخ لازم كنت تقدر تعمل الاداء الجيد ده والنتيجه الجيده دي في ظل وجود اي مدير فني تاني لان مصر بقيمه اللاعبين وبقيمه وبتاريخها الكبير اكيد تقدر تعمل مباريات كبيره قصاد المنتخبات في مستوى ليبيا. اما اللي احنا بنامل ليه ان احنا الفتره اللي جايه ان هو يقدر يعمل منتخب او يعمل توليفه كويسه او يعمل تشكيله كويسه لمنتخبنا الوطني عشان انت هتقابل ليفل اعلى الفتره اللي جايه منتخبات زي الجزائر ولو انت تصنيف تاني او تصنيف اول ايا كان هيقابلك برده منتخبات العشر منتخبات اللي جايين دول او اللي هم تاهلوا خلاص او اللي هيتاهلوا خلال بعد مباريات النهارده يمكن عندنا السنغال والمغرب وعندنا نيجيريا لسه نيجيريا ولسه الجزائر ما وتونس تقريبا لسه ما تاهلوش بشكل رسمي لكن انا شايف ان المنتخبات دي لو صعدت او لو تاهلت للمرحله الاخيره انا شايف ان الليفل مختلف تماما عن المجموعات فاكيد انت لازم تكون محضر بشكل كويس ولكن اللي بيخليني انا يعني مطمن شويه ان احنا عندنا فتره كويسه الفتره اللي جايه وعندنا كاس اللي هو كاس البطوله العربيه كاس اللي هو كاس البطوله العربيه او بطوله كاس العرب في البطوله دي اكيد هيتم يعني الوقوف على 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 بعض الاماكن او التوظيف الجيد لبعض اللاعبين وانتقال اللاعبين بشكل كويس زائد ان احنا عندنا لسه قدام شويه كمان البطوله الافريقيه فانا شايف ان احنا قبل وصولنا لكاس العالم ان شاء الله هنكون وقفنا على او يعني المباراه الفاصله اللي هي ذهابا وايابا هيكون ان شاء الله وقفنا على التوظيف الجيد للاعبين وفي نفس الوقت التشكيله الاساسيه في نفس الوقت احنا عندنا اثنين برضو مش موجودين حاليا عمر مرموش وتريزيجيه يعني ربنا يرجع تريزيجيه بالسلامه اكيد بيعمل جبهه كويسه جدا جدا مع قصاد صلاح الناحيه الثانيه يعني لسه المنتخب برضو قادر يكون افضل الفتره اللي جايه ان شاء الله لما يكتمل بشكل كويس ولما يعيد توظيفه مستر كروش بشكل جيد ولما يشوف اللعيبه قدام عينيه بشكل افضل اكيد ويعيد توظيفهم او ترتيب ادوارهم الفنيه داخل الملعب بشكل اكبر ان شاء الله. نتمنى ده يحصل. الله يعني عاجبني جدا التفاعل عند حضرتك بس خليني نروح لتصريح كيروش تحديدا هو قال الكلام ده اول امبارح تقريبا او من فتره صغيره يعني قال التاريخ لا يؤهل للمونديال هدفي ان اصل لمارس والجميع يخاف من مواجهه مصر سعادتي بعوده مصر بان تكون الافضل افريقيا. طيب ناخد جزء جزء يعني معلش التاريخ لا يؤهل للمونديال بتشوف ده ازاي؟ انا شايف انه طبعا يعني لازم يعني كل فتره بيكون ليها يعني بيكون ليها ابس اند داونز يعني القوه يعني يعني ممكن تلاقي منتخب في فتره من الفترات يعني كان في منتخبات قبل كده زي كوت ديفوار هي دلوقتي كان دروجبا وكان اسمها تقيله وكان في قبل كده عندنا يعني منتخبات تانية اقوى دلوقتي الدنيا بتتغير يعني هو عايز يقول ان احنا تاريخنا قوي في ده ولكن ده ما يديناش الثقه ان احنا نحس ان الموضوع منتهي يعني ده اللي هو يقصد بالظبط يعني هو قصده هنا ان الموضوع محتاج لعمل شاق ومحتاج لتعاون ومحتاج لان انت كل واحد يطلع اقصى ما عنده في الفتره الحاليه يعني. طيب هدفي ان اصل لمارس الجميع يخاف من مواجهه مصر برضو تعليقك على ده انا شايف ان هو يعني ده محتاج برضو ما انا لسه بقول له هو ده محتاج من كروش ومن كل المجموعه عمل شاق وتعاون من الجميع ما اصل حتى هذه اللحظه لو هنتكلم على الارض الجميع يخاف من الجزائر على سبيل المثال الافضل أوكي. حاليا تمام. فلا هو بيتحدث بهذا الشكل برضو هو بقى هنا رجع للتاريخ يعني هو بيقول بلاش نرجع للتاريخ هو في التصريح ده رجع للتاريخ لان مصر تاريخها اكيد اقوى من اي دوله ثانيه بالظبط لكن الحالي هي الجزائر لا ده انا هو ممكن يكون وجهه نظره في ده انه في خلال الفتره اللي جايه اللي هي من دلوقتي لحد لما يكون عندنا مبارياتنا اللي هي الفاصله
اكيد في الفتره دي هيتغير اداء المنتخب بشكل كبير من خلال التجمعات اللي هتحصل والاداء او بصمته كمدير فني ورؤيته لكل الاحداث من حواليه او سواء المشاركات. احنا جاي عندنا الفتره اللي جايه عوده الدوري المصري، اكيد هيتم يعني هيتم طبعا يعني اللي هو الاكتشاف اللاعبين اكتر، هيشوف رؤيه اكتر للاعيبه الموجوده ادائهم ازاي بيتطور. يعني وعود، يعني التصريح ده شايفه بروميسنج او عباره عن وعود بالزبط. فيما هو انا شايف انه ده وعد منه للجماهير المصريه انه الفتره اللي جايه هيكون في اضافات كويسه فنيه من مستر كروش او بصمه موجوده من مستر كروش للاعبينا او منتخبنا الوطني. ده ما يمنعش برضو ان التصريح ده لو قسمناه نصين نصه الثاني يتنافى او يتعارض مع نص الاولاني. ما هو عشان كده انا قطعته يعني منين ما التاريخ ما يأهلش. وبعد كده قال لك الكل بيخاف من مصر، ما الكل بيخاف من مصر ليه نظرا لتاريخ عموما. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. رحب بيكم في خلاص اخر فاصل وحديثنا لسه مستمر مع كابتن احمد سلامه. خلينا نروح لنقطه الجميع ركز عليها تحديدا النهارده، بنتكلم عن يعني صراع دوري انجليزي في الملعب هيكون وفي المباراه اوباميانج والنني ومحمد صلاح، فشوف الدنيا هتمشي ازاي. هو يعني انا شايف انه يعني بجد يعني حاجه بتبقى مفرحه جدا ان انت تلاقي من قارتك الافريقيه اسماء كبيره زي بقيمه الاسماء دي. أوباميانج من اللعيبه القويه جدا وعنده قدرات وسمات شخصيه عاليه جدا وعنده امكانيات وحلول عاليه. انا شايف انه مباراه كبيره، يعني يمكن انا عندي بس يعني تحفظ على ممكن انه النني ما يبداش، ممكن صلاح برضو يعني ما اعرفش ممكن يعني تم الاستعانه بيه النهارده او لا يعني او يعني ما فيش حاجه متوقعه مع كيروش. ما هو ده العجيب، نبقى يعني واضحين للاسف احنا مش عارفين وجهه نظر مستر مستر كيروش، مش عارفين هو وجهه نظره ايه او هو المنطق اللي بيخلي مين يلعب عليه مان تو مان. هو المنطق ان هم عارفين بعض وعارفين تحركات بعض ويقدر بالظبط، لكن هو يمكن النني هو القدام شويه، يمكن اوباميانج بيلعب مهاجم، النني بيلعب في نص الملعب، فممكن دور النني ان هو يقدر يدي نصايح للي هيلعب عليه سواء الونش او سواء حجازه او ايا كان الخط الديفنس بتاعنا الدفاعي، ممكن يدي نصايح ان هو تحركاته ايه. وبعدين دلوقتي بقى في كل لعيبه مصر دلوقتي او لعيبه العالم بتتفرج على الكره الاوروبيه وتحديدا الانجليزيه، عارفين اوباميانج وقيمته وقدراته الهجوميه وامكانياته، فاكيد ده معمول حسابه بشكل كويس. واكيد مستر كروش يعني شاهدوا مباريات لاوباميانج في الفتره الاخيره مع منتخب الجابون، واكيد هو اللعيبه نفسها اكيد دارسه بشكل كويس، ودلوقتي بقى تقدر تقطع الاوباميانج او غيره من اللاعبين العالميين، تقدر تقطع لهم مشاهد ومقاطع وتقدر تتابعهم بشكل كويس. لكن انا شايف ان هو طبعا قيمه كبيره جدا النهارده يكون عندنا ثلاثي بقيمه اوباميانج ومحمد صلاح العالمي طبعا والنني. يمكن النني الفتره الاخيره كمان في المباراه الاخيره ادى بشكل رائع، يمكن عمل الجول اللي هو احرزه ده رجع الفرقه بشكل كويس. كمان هو لعيب راسي كمان وتحركاته حلوه. انا حتى في الفتره اللي هو كان بعيد فيها عن المنتخب وتم استبعاده اكتر من مره، انا كنت حزين جدا لده، لانه حد بقيمه النني يمكن ما فيش ناس كتير بتاخد بالها من دوره داخل الفرقه. لعيب بيعرف يتحكم في ريتم المباراه بشكل كويس جدا، بيعرف يقف على الكوره، بصير كويس، عنده ثقه وعنده تقل، فلعيب لعيب ليه قيمته بجد. يعني يمكن هو كمان قيمته ظهرت اكتر لما دخل جوه 18 وقدر يسدد وجاب لنا جول قبل نهايه الشوط الاول، واعاد المنتخب تاني بعد ما المنتخب كان فيه هزه كده في بدايه المباراه، واستقبلنا هدفين من منتخب يعني انجولا. فطبعا احنا لا انا شايف ان هو دور النني دوره كبير جدا جدا مع المنتخب، وانا شايفه هو من اكتر الحاجات اللي مستر كروش اعادها للمنتخب من جديد، هو اعاد محمد النني لقيمته تاني ومكانته تاني داخل منتخب مصر. طبعا محمد صلاح يعني عامل 2 اسيست طبعا وقيمه كبيره، يعني ما ينفعش ان احنا يعني اتكلمنا عليه كتير وهو قيمته كبيره جدا، يعني مهما قلنا محمد صلاح في حته تانيه خالص يعني.
ولكن اوباميانج كمان قيمه كويسه جدا، وان شاء الله تكون مباراه كبيره. نتمنى نشوف ماتش حلو في الاخر، ومش أكيد بس طبعاً. مش بس وانتصار كمان، كمان اداء حلو بالظبط، وانتصار ان شاء الله يكون اداء وانتصار لينا باذن الله تعالى، لان الفوز بيدي دوافع معنويه كويسه، وانت داخل على مراحل جايه بتحتاج لدوافع معنويه بشكل كبير. ان شاء الله نورتنا يا كابتن احمد. الله شكرا متشكر، انا سعيد جدا بالتواجد معاكم بجد، بجد بيكون يوم جميل بالنسبه لي. شكرا جميل وجود حضرتك، وان شاء الله نشوفك على خير. شكرا حلقتنا يا حضرات، وان شاء الله بكره يتجدد اللقاء، ونتمنى يا رب قولوا يا رب نبتدي بكره بجملتها الشهيره صباح النصر ان شاء الله خير. صباح النصر.